باشرت فرق الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة وفرق البحث والإنقاذ السعودي والهلال الأحمر السعودي والشؤون الصحية مساء اليوم باشرت سقوط رافعة داخل المسجد الحرام، مما تسبب في سقوط عدد من الوفيات والإصابات بين زوار المسجد الحرام. وقد ذكر الموقع الرسمي للدفاع المدني على حساب التواصل الاجتماعي تويتر أن عدد الوفيات بلغ حتى الآن 87 شخصا، فيما بلغ عدد المصابين 184 مصابا. من جهته وجه مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل وجه بتشكيل لجنة تحقيق لمعرفة أسباب حادثة سقوط رافعة في الحرم المكي والرفع بنتائجها عاجلا. وأوضح مدير عام العلاقات العامة والإعلام بإمارة منطقة مكة المكرمة سلطان الدوسري أوضح أن سمو أمير منطقة مكة المكرمة يتابع مع الجهات المختصة الحادثة، لافتا النظر إلى أن سموه وجه جميع الجهات ذات العلاقة بتوفير الدعم للمصابين كافة وتقديم العلاج لهم. أدت وفود الرحمن من الحجاج والمعتمرين والزوار اليوم بالمسجد الحرام صلاة الجمعة حيث امتلأ